طبعا نعرف الناس كل اليوم زملائنا المكلفين بالاعلام والاتصال بكافه الوزارات والمؤسسات الحكوميه دخلوا في اعتصام من اجل تطبيق اتفاق منذ سنوات منذ 2019، وقع الاتفاق هذا مع رئاسات الحكومه المتعاقبه طبعا اللي كلها في بالها بالاتفاق هذا، وتحت اشراف كان الاخ سامي التاري كان الامين العام مساعد مكلف بالاعلام والنشر بحضور وزير الشؤون الاجتماعيه وقتها سي محمد طرابلسي وطبعا الجامعه العامه للاعلام. تم اتفاق بتسويه اكثر من 13 زميل وزميله، ولكن تتالت سنوات ولم يقع تطبيق هذا الاتفاق. طبعا منذ قليل بالنسبه لتطور الوضع يعني بلغونا من رئيس الحكومه انهم بصدد دراسه هذه الوضعيه، احنا كنا واضحين معهم وقلنا لهم ان الوضعيه هذه لا تستحق دراسه من جديد، فما اتفاق ممضي بتسويه الوضعيات هذه، ما على الحكومه الذي الا تطبق الاتفاق هذا ووقتها نجموا نحكيوا فيه، لانه فما وضعيات اخرى زاد اللي تراكمت زاد بعد الاتفاق هذا نجموا نحكيوا فيه بحاله بحاله، ولكن مطلبنا الاساسي حاليا هو تطبيق الاتفاق، تطبيق تسويه وضعيات الناس اللي اتفقنا عليهم منذ 2019. تبع هم زملائنا باش نبدا نوضح، راه كانت بادره منهم واتصلوا بيا منذ البارحه، وبصراحه بسبب يعني انسداد وفوق الحوار انا كنت قلت لهم يعني ما عليكم الا انه تنطلقوا في نظاركم وفي اعتصامكم. احنا كجامعه العامه للاعلام نحن مساندين الاعتصام هذا باش نواصلوا نساندوه، وطبعا زملائنا باش يبقوا لهنا الى حين تطبيق بنود الاتفاق اللي كنت ذكرته منذ قليل.